السلام عليكم متابعين قناه فيروس يونكس في حلقه جديده معاكم اخوكم يونس تيتو. في الحلقه اللي فاتت عرفنا ازاي بنهيئ او بنختار بيئه العمل. في الحلقه دي ان شاء الله هنتعلم بقى عمليه التكويد، ان احنا مثلا نصنع سكريبت او يعتبر نعمل برنامج، او البرنامج هنعمل برنامج بسيط كده، وفي نفس الوقت هنشرح شويه حاجات كده لازم تبقى فاهمها قبل ما نبدا يعتبر الحاجات التقيله شويه. وفي نفس الوقت برضو احنا متفقين ان احنا بنمشي خطوه خطوه عشان الناس اللي هي مش فاهمه حاجه في اللغه خالص، فاحنا بنشرح للمبتدئين وللمحترفين في نفس الوقت. تمام شباب؟ طيب في حلقه النهارده هنشرح ازاي نعمل سكريبت. لو جينا مثلا نبص على البرنامج تيرماكس او برنامج الكالي، فانت بتنزل تولز، التولز دي اللي هي الادوات، بتلاقي دايما امتداد الادوات دوت اس اتش او دوت باي او دوت مثلا بي اتش بي، فبالتالي دي لغه معينه اللي السكريبت ده معمول بيها. فاحنا في الحلقه دي بقى مش هنبدا ان احنا نستخدم السكريبت زي كل مره في البرنامج التيرماكس، لا، احنا نبدا ان احنا نصمم السكريبت نفسه ونعرف السكريبت عامل ازاي من جوه ومين اللي بيعمل السكريبت ده. فانت في الفيديو ده ان شاء الله هتتعلم ازاي تبدا ان انت تنشئ السكريبت ده. طبعا السكريبت بيبقى بيعمل حاجه معينه، يعني بتدي له شويه اوامر كده، بتقول له اعمل لي مثلا كذا، افتح لي مثلا صوره، اعمل لي امر مثلا معين، اطبع لي كلمه كذا مثلا، حاجات معينه كده. فالسكريبت ده هو ده وظيفته. فانت هنتعلم بقى ازاي تصمم انت السكريبت ده. طبعا الحاجات دي بتفيدك في مجال الويب وبتفيدك في مجال البرامج، مثلا لو انت بتعمل برنامج وعايز رساله معينه تطلع بتقول كلمه معينه، ولو انت بتعمل موقع وعايز رساله تطلع للزائر مثلا تابعنا على التليجرام او الفيسبوك او كده، يعني في الكلام ده، فده يعتبر كلها سكريبتات انت بتعملها. ففي الحلقه دي ان شاء الله هنتعلم كل الحاجات دي بالتفصيل. بتمنى الفيديو يعجبكم. نطلع فاصل بسيط ونبدا الشرح على طول. زي ما شفنا شباب في الحلقات اللي فاتت اتعلمنا ازاي نكون بيئة العمل دي او نجهز بيئة العمل دي اللي يعتبر البرامج اللي احنا نشتغل عليها، هنبدا دلوقتي على طول نصمم برنامج. خطوات تصميم برنامج، يعتبر عايزين نعمل امر معين او نبدا يعتبر نعمل سكريبت او يعتبر مشروع معين او بروجكت او برنامج معين بلغة البايثون. هنبدا نروح على اديتور على طول، هيظهر لنا الصفحة دي. طبعا دي الصفحة اللي هي يعتبر اول ما بتظهر لك بتظهر لك الصفحة دي لو انت دوست هنا، بس احنا ندوس هنا تاني نبدا من الاول نعمل سكريبت. السكريبت ده نسميه مثلا فيروس، تمام، 7x2 مثلا، عايزين نحط الامتداد بتاعه اللي هو دوت باي. دوت باي دي لو خدت بالك يعتبر هي الامتداد بتاع لغه البايثون. لو رحنا على برنامج زي التيرماكس مثلا هتبص تلاقي حاجات كتيره جدا بامتداد الباي والاس اتش، فالحاجات دي يعتبر بترجع للغه البايثون. فانت كده فهمت الباي ده يعتبر بسبب ايه او اختصار للغه البايثون. تمام شباب؟ طيب هتظهر لك الصفحه دي، الصفحه دي يعتبر بدايه البرنامج او يعتبر اساسيات تصميم البرنامج. تمام؟ طبعا كل ما تكتب سطر كده بتبص تلاقي الارقام اتراكمت على الشمال هنا اللي هو يعتبر كام سطر، بحيث ان انت لما يبقى عندك خطأ ويقول لك الخطأ مثلا في الكود اللي في سطر كذا فانت تبقى عارف سطر هنا كام. تمام شباب؟ طيب هنبدأ برضو نستخدم البرنامج ده بسهولة جدا، وهنكتب اول امر. احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت الامر اللي هو يعتبر برينت. طبعا الامر ده بيسمح لك ان انت تعمل طباعة للزائر او يعتبر المستخدم او البرنامج مثلا بيظهر لك كلمة معينة. تمام؟ طيب هنبدأ ان احنا نحط القوسين بتوعنا ونحط علامة التنصيص بتاعتنا ونقفل الكوس كده، يعتبر الامر جاهز. عايزين بس نضيف الكلمه بتاعتنا مثلا هيلو مثلا. تمام؟ بعد كده هنعمل سطر جديد وهنبدا ان احنا نكرر نفس الكلمه دي. تمام؟ هناخدها مثلا عفوا هناخدها برده كوبي كده ونبدا ان احنا نحطها هنا ونكرر الكلمه دي تاني نحطها هنا. نخلي بس كلمه هيلو دي نخليها مثلا ويلكم تو ماي شانل. تمام؟ بحيث ان احنا تظهر لنا رساله كده مثلا لما افتح البرنامج ده تظهر لي رساله ويلكم تو My channel، يعني مرحبا وبعد كده اهلا بك في قناتي. تمام يا شباب؟ طيب هنبدا ان احنا نختار الكلام ده كده زي ما احنا شايفينه ونعمل الكودين دول. طيب هنبدا ان احنا نجرب، عايزين نجرب البرنامج ده او السكريبت ده، عايزين نجربه ونشوفه شغال فعلا ولا في اي اخطاء. تمام؟ عموما ولو في اخطاء هتبص تلاقي مثلا اللي يعتبر الحروف كده ظهر لك بشكل تاني، يعني مثلا الكلمه بعد ما كانت زرقاء بقى لونها اسود، واللون اسود يعني مش شغاله، الكود غلط. فانت كده بتخلي بالك من الالوان دي بتحدد لك الكلمه صح ولا لا. تمام؟ طيب عايزين نجرب، هندوس على المثلث ده، هنا هيظهر لك على طول شويه كلام عن البرنامج، بعد كده كلمه هلو، بعد كده ويلكم تو ماي شانل. تمام شباب؟ هتدوس على انتر هيبدا ان هو يرجعك ورا تاني. تمام؟ طيب دلوقتي احنا خدنا بالنا ان في شويه حاجات كده يعتبر ظهروا كده زي البرنامج التيرماكس اللي هم يعتبر تبع السيستم نفسه، فاحنا عايزين نستخدم حاجه معينه ان هي تشيل لنا الكلام ده. هنستخدم امر، هنستدعي اي امر اللي هو امبورت او اس اللي هو يعتبر بتاع المكتبه، هنستدعي المكتبه امبورت. تمام؟ الامر بتاع امبورت ده
هنبدأ نكتب كلمة OS استدعاء المكتبة OS. بعد كده هنستخدم OS تمام دوت. بعد كده سيستم انا بدي لك امر معين بوريك لو انت عايز تعمل حاجة معينة بتعملها ازاي. امر سيستم. بعد كده مثلا هنكتب هنا الامر اللي هو يعتبر clear تمام، اللي هو يعتبر تنظيف تمام clear. طيب كتبنا الامر خلاص بقى، بس حاجة بسيطة ان انا امسح المسافة دي تمام كده الامر يعتبر جاهز. import os بعد كده os.system بعد كده clear اللي هو تنظيف اللي انا عايز امسح الكلمتين اللي ظهروا لك في البداية دول تمام. هبدأ ادوس على enter كلمتين هتمسحوا وهتظهر لي كلمة hello بعد كده welcome to my channel. عايز اضيف بقى حاجات تانية اقدر اضيف اللي انا عايزه، اقدر اضيف مثلا اي كود تاني لو انا عايز مثلا اكرر الكود ده ممكن اخده كوبي كده نسخ بعد كده ابدأ ان انا اعمل لزق هنا على طول كده بعد كده ابدأ ان انا انزل في سطر جديد واكرر الكود ده زي ما انا عايز، اقدر ان انا اعدل النص ده واحط اي نص تاني تمام شباب. طيب بعد كده نجرب مثلا زي ما احنا شايفين هيمسح الكلمة دي ويقول لك نفس الكلام اللي انت عايزه كله. دي اساسيات كتابة برنامج، يعني انا مثلا كمبرمج بيظهر لي الاكواد والكتابة دي طبعا كلنا بنشوفها ومش فاهمينها، فبالتالي كده انت فهمت الاساسيات هنا عاملة ازاي في صفحة تصميم دي. بتروح بقى مثلا في تصميم موقع ويب بتبدأ ان انت تكتب اكواد زي دي وحاجات تانية نشرحها بالتفصيل في الحلقات الجاية، مش عايز بس اعمل تراكم عليكم بحيث ان انتوا يعني ما تقفوش عند نقطة معينة. واحدة واحدة كده ان شاء الله ومش هبخل عليكم بالمعلومات. كده احنا عرفنا الاساسيات، كده انت تقدر من خلال امر زي ده تكتب مثلا برنت مثلا اي كلمة تطبع لك الكلمة المعينة زي ما انت شايف بتظهر لك انت الصفحة اللي فاتت وللمستخدم العادي بتظهر له الصفحة دي تمام شباب. طيب يبقى انت كده عرفت ان انت ازاي بتستخدم لغة البايثون، تقدر ان انت تكتب اوامر معينة طبعا تطبع كلمات معينة. طبعا هي مش لاستخداماتها في الطباعة بس، لا في حاجات كتيرة جدا، بس انا بدي لك امثله بسيطه. طبعا دي كانت حلقه النهارده. تقدر تحفظ اللي يعتبر السكريبت ده وتبدا ان انت تستخدمه في لغه تانية او يعتبر ابلكيشن تاني تمام شباب، زي مثلا ان انت تعمل كذا سكريبت زي ده. سكريبت مثلا ان هو يلتقط صوره مثلا، سكريبت مثلا تشغيل مقطع صوتي ان انت عايز مثلا تعمل سبيك او ان انت تتحدث مثلا، سكريبت معين يطلع لك الرساله دي. بعد كده بتعمل لهم دمج كلهم مع بعض بحيث ان انت تكون ابلكيشن، لما تدوس في المكان الفلاني بيعمل لك كذا. فهمت الفكره؟ فبالتالي ده كده يعتبر اول درس في استخدام لغة البايثون. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، اسف ان انا طولت في الشرح بس بحاول ان انا اوضح لكم قدر الامكان. بكده شباب برضو نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، بتمنى يكون عجبكم. يا ريت لايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان اوصل لك اشعار باي فيديو جديد. لو عندك اي مشكلة او اي نصيحة بتقولها لنا تقدر تكتبها في تعليق وان شاء الله هرد عليكم على طول، ونشوفكم في حلقة جديدة من قناة فيروس 7X. السلام عليكم.